لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علامة استفهام كبيرة كتطرح، أشنو واقع ولا علاش هادشي، وما المفاد من شي حاجة كدار وما كتستعملش؟ يعني هذه أكبر علامة استفهام يقدر يطرحها المواطن على المسؤولين. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، ما كنتم أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، هذا البث غيكشف لكم، ولا هذا اللايف غيكشف لكم التهميش اللي معرض ليه سيدي عثمان، أو اللي معرض ليه منطقة سيدي عثمان بالساكنة ديالو. بث اللي غيوريكم باللي شي حوايج كيداروا من طرف المسؤولين تيبقاو علامة استفهام، وتيبقاو تساؤل كبير كيدور في الأذهنة والأدمغة ديال الساكنة بدون جواب. حنا كنتواجدوا أمام بناية صغيرة عبارة عن مراحيض عمومية تشيدات هذه سنة مشاهدي الكرام، يعني عام باش دار هذا المجسم الصغير عبارة عن مستطيل عنده واحد العرض ديال واحد 12 متر والطول ديال 20 متر، تبنى عليه ولا أكثر من 20 متر تبنى عليه، تخسروا عليه فلوس صحيحة، وتقادوا مراحيض عمومية على أساس العموم، وساكنة سيدي عثمان كيتواجدوا في هذه المنطقة هذه كاملة تستعمل هذه المراحيض. لكن للأسف نهار تبنات هذه المراحيض عمرهم تحلوا وعمرهم تستعملوا من طرف الساكنة، بل ولوا هذه المراحيض نهار على نهار كيتعرضوا للتهميش، نهار على نهار كيجيو الناس كيتبولوا المتشردين، عفوا ماشي الناس ديال الساكنة، المتشردين كيجيو كيتبولوا على جانب الحائط، كيجيو كيريحوا هذا الحيط، كيبقاو عاطينا الكارو والشراب بعض المرات، حتى تماداو وصلوا لحد لانهم يهرسوا الزجاج، وكذلك يهرسوا الكرياج ديال الشراجم ديال الطواليط طواليطات، ويوليو ينقزوا لداخل باش يريحوا. يعني شوفوا لداخل كيفاش دايره الطواليط، شوفوا كيفاش دايره الطواليط من الداخل. يعني لكم ان تتخيلوا هادو مراحيض عموميه تخسروا عليهم فلوس صحيحه باش الناس يستعملوهم، لكن للاسف ما تستعملوش. اين هم رؤساء الجماعه؟ اين هم المسؤولين؟ ولا سؤال كبير، شكون هو المسؤول على هذا الشيء؟ زياده على ان هذا الشيء ما حبش في الشراجم، وانما تماداو حتى انهم فرعوا الباب ديال هاد الطواليطات. فقط الدراري ديال هنا والساكنه ديال هنا هما اللي حاولوا يسوديو هاد البيبان كما كنشوفوا الجيران الكرام، سوداو هاد البيبان باش ما يبقاوش يدخلوا، حيت فرقعوا القفل ودخلوا متشردين. يعني الخنز كبير خارج من هاد المنطقه. شوفوا غير الارض كيفاش دايره بالزبل حاشاكم وبالتبول والرائحه ديال التبول، شوفوا كيفاش دايره. واش عباد الله هادو مراحيض داروا باش ولاو الناس كيعانيوا الاضرار؟ واش الناس داروا لهم مراحيض على اساس يستعملوهم عمرهم استعملوهم؟ علاش؟ حتى من الموقع اللي كان فيه هاد المراحيض هادو موقع اللي خطير بزاف، بحكم انهم كاينه مدرسه هنا، كاينه مدرسه ابتدائيه، وهادو مراحيض اللي كيتجمعوا فيهم المتشردين اللي كيديروا الموبقات ديالهم. تخيلوا معايا ان طفل صغير خارج من المدرسه من هنايا غيهزو، حتى شي واحد ما غيشوفو غيدخلو الطواليط من الداخل، شنو في نظركم غيقدر يدير هاد الدري الصغير؟ يقدر يغتصبو، يقدر يذبحو، يقتلو، يقدر يدير فيه شي جريمة شي تلهيه في غياب المسؤولين. ما كاين حتى شي عساس لا يقدر يحضي هاد الطواليطات ولا هاد المراحيض العمومية، على الأقل كون داغا عساس يحضيهم يقابلهم مدة سنة حتى يتحلو ماشي مشكل، ولكن دابا تلي بغاو يعاودو يتحلو عاوتاني غيتخسرو فلوس أخرى الاصلاحات. علاش هادشي كامل؟ علاش الساكنه كيبقى ديما كيطرح في بالها سؤال، لماذا شيدات هاد المراحيض ملي ما غنستعملوهاش حنايا وملي بقات مسدوده؟ يعني فاق كبير كنتسناو شي شخص من المسؤولين على هاد المساله كامله يخرج بتوضيح للساكنه علاش هادشي كيدار، علاش هادشي كيدار، علاش الناس ما استعملوش هادشي، علاش اصلا الطواليط داروا من الاول هنايا، شنو الهدف ديالهم
شنو واقع شنو كاين. يعني بحكم انها جات طويطات جاو وسط حي شعبي يعني وسط ديور، يعني ماشي فواحد البلاصه اللي بعيده شويه على الديور، وسط الديور يعني الديور فيهم طواليطات ومع ذلك الديور طواليطات وسط الديور. يعني هذه بعيدة، هذا سؤال اخر عاوتاني. هنا كنتمنى كنا وصلنا رساله كما هي. شكرا لحسن المتابعه ديالكم، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.